عاجل تفاصيل بداية تدمير سد النهضة، والسلطات الإثيوبية ترد، والسيسي يسعد الشعب المصري، وخبر صار لكل المصريين. وعاجل في مفاجأة وخبر هام، قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير واشنطن في مصر يزوران قاعدة برنيس المصرية العسكرية. وعاجل السيسي يكشف عن مفاجأة كبرى للشعب المصري، وبنص قانون تعرف على عقوبة نورهان المتهمة بقتل فتاة المول. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق أكتب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والرئيس السيسي يقدم خبر صار لكل المصريين. وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم أمس السبت عدد من عقود الشقق الجديدة للمواطنين بمدينة بدر. ونشر بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية صورا لتسليم الرئيس السيسي لعقود للمواطنين وتقديمه شهادات تقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع. وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال كلمة له أن الدولة المصرية ستواصل البرنامج لتحسين أحوال المواطنين. أشار إلى أن مستقبل مصر لا يكون بالكلام فقط، ولكنه يتطلب الجهد والتضحية عشان نعيش حياة لائقة، وعشان الأجيال الصغيرة تعيش ويبقى ليها مستقبل. مصدر معانا كان من RT، وزي ما ذكرنا في الفيديو السابق ان الرئيس السيسي قال نصا انتوا هتمشوا تتكعبلوا في شقق، يعني ده بيوضح ان هيبقى في شقة لكل شاب مصري عاوز يتجوز، او لكل أسرة يعني قاعدة في إيجار جديد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل في مفاجأة، قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير أمريكا في مصر يزوران قاعدة برنيس العسكرية المصرية. زار الفريق تشارلز كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير واشنطن في مصر، جونثان كوهين، قاعدة برنيس البحرية العسكرية. وقال المتحدث باسم القوات المصرية أن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية استقبل كوبر وكوهين للتعرف على قاعدة برنيس البحرية العسكرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة، خلال زيارة الطراد الأمريكي USS مونتيري إلى القاعدة، وهو أول نشاط بحري يتم تنفيذه بالقاعدة. ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي USS مونتيري من تراس تيكونديروجا أحد أقدم وأكبر السفن البحرية الأمريكية. وأشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي على خطوط المواصلات البحرية، وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضائق البحرية. مصدر معانا كان من RT، وهذه كانت زيارة من قائد القوات البحرية الأمريكية وسفير أمريكا في مصر، وده طبعا شيء في منتهى الأهمية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل، تفاصيل بداية تدمير سد النهضة، السلطات الإثيوبية ترد. أعلنت منطقة بني شنقول في شمال غرب إثيوبيا في بيان صادر عن مقتل أكثر من 170 عنصرا مناهضا للسلام دخلوا البلاد من السودان. وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي الكبير. وأثار السد الإثيوبي الذي تبلغ تكلفة إنشاءه 4.8 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب مصر والسودان. وفي العام الماضي قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول استهدفت أفرادا من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا. وذكر البيان الذي صدر أمس السبت أن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تجري كانوا من بين القتلى في القتال الذي استمر حتى الجمعة الماضية.
ووصفت الحكومة الإقليمية المقاتلين بأنهم عناصر مناهضة للسلام وعملاء لجبهة تحرير شعب تيجري، فيما يبدو أنه يشير إلى أن الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة. وشنت الحكومة المركزية الإثيوبية هجوما على الجبهة في منطقة تيجري بعد سنوات من التوتر بينهما، وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 سنة حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من العنف والدمار، وحذرت الأمم المتحدة من أن يصل إلى 4 ملايين شخص في تيجري والمناطق المجاورة مهددون بالجوع. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. يعني هنا من بداية الحرب قرب يعني سد النهضة، ما هو سد النهضة يعني يقع في إقليم بني شنقول، مع بداية الحرب يعني في هذه المنطقة، هذه الحرب تنذر يعني بداية انهيار سد النهضة، أو زي ما جبهة تحرير تيجري حاولت أنها تطوق أبي أحمد وهي الآن في تقدم، يعني هي لسه في البداية اللي احنا سمعناه من أخبار عن جبهة تحرير تيجراي وما تفعله الآن في إثيوبيا، يعني هذه بدايات فقط. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر سريع. وعاجل السيسي يكشف عن مفاجأة كبرى للشعب المصري. كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفاجآت في المشروعات العملاقة، أكد أن الدولة تعمل على إتاحة أماكن للتشغيل وتنفيذ مشروعات بما في ذلك تحت الكباري، أكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي طبقت هذا الأمر. وأضاف خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاحه عدد من المشروعات السكنية، هو في حد غيرنا عمل كده، عمل مشروعات تحت الكباري، إحنا وفرنا ده للناس. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء مناطق حرفية في الكثير من المناطق، معقبا مش هنعمل حاجة غير زي ما الكتاب بيقول، أنا قاعد في البلد عشان نحقق كده. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وبنص قانون تعرف على عقوبة نورهان المتهمة بقتل فتاة المول. قال المستشار حسن حسنين رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إن عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة للاتهامات التي نسبتها النيابة العامة للمتهمين في واقعة مقتل المجني عليها نجلاء فتاة المول يوم 3 أغسطس الحالي على يد صديقتها نورهان وشاب اشترك معها والتي تتمثل في القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجنحة السرقة في واقعة القتل، بينما غلى المشرع يد القضاء عن إنزال عقوبة الإعدام بمن هم دون 18 سنة، وذلك فيما يتعلق بأحد المتهمين وهو طفل أقل من 18 سنة. وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق في تصريحات خاصة للوطن أن عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالسرقة كما حدث في واقعة قتل نجلاء فتاة المول هي الإعدام. وضح أن الجريمة كانت عبارة عن قتل عمد توافر فيه ظرف سبق الترصد والإصرار واقتران بالسرقة. وبيّنت مواد القانون لعقوبات الأحكام الواجب القضاء بها في جرائم قتل العمد، إذ نصت المادة 230 من القانون من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 من القانون ذاته على أنه يحكم على فاعل جناية القتل بالعمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فيما نصت المادة التالية لها المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية أن المتهمة نورهان أخبرت أحد المتهمين في يونيو الماضي أن المجني عليها سرقت منها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية منها على خلاف الحقيقة، واتفقت معه على قتلها وأمدته بصورتها ليتعرف عليها وبعنوان ومواعيد عملها، فراقبها المتهم وعين العيادة التي تعمل فيها للتأكد من هويتها وما حصل عليه من معلومات، ثم اتفق والمتهمة على شراء أقراص منومة عشان تدسها المتهمة للمجني عليها بمشروب تقدمه إليها. التحقيقات أوضحت أن يوم الجريمة 3 أغسطس أيقن المتهمون من تواجد نجلاء داخل العيادة بمفردها،
صعدت لها نورهان وقدمت لها مشروبا به أقراص منومة، إلا أن نجلاء رفضته مما استدعى نورهان للاتصال بشركائها، فدخلوا للعيادة وكمم فمها وطرحوها أرضا وأطبق على عنقها لخنقها، فقاومتهما وأحدثت بأحدهما خدوش برقبة أحدهم وأحد ذراعيه وصدره، وخلال لفظها أنفاسها الأخيرة أجهز أحد الشريكين عليها بعد هرب الآخر ورطم رأسها بالأرض، كما ركلتها نورهان على رأسها ثم طعنتها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها حتى قتلتها، ثم انتزعت مشغولات ذهبية من نجلاء وهاتفها ومبلغا ماليا كان معها وهاتفا كان بالعيادة، ثم غادرت نورهان وشريكها من العيادة بعدما أتلف أسلاك كاميرات المراقبة. واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 11 شاهدا من بينهم ضابطان أجريت تحريات حول الحادث، وخطيب المتهمة نورهان والذي أكد أن الغيرة والحقد دفعتها تجاه المجني عليها نجلاء. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف الإسكندرية جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات للفصل في القضية. المصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني هذه قصة محزنة جدا، ولكن يعني حدثت بالفعل. إن شاء الله ننتظر من المحكمة يعني صدور قرار أو حكم يعني يكون شافي ووافي لقلوب أسرة نجلاء اللي اتغدر بيها. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما طولتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوف حضراتكم قريب باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.